وسط انتشار المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي في طرابلس، وارتفاع عدد هؤلاء المسلحين الذين تجاوز عددهم 17,000 مرتزق داخل الأراضي الليبية وفقاً لآخر إحصائية كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان. تسعى أنقرة مجدداً إرسال المزيد من الفصائل المتطرفة التابعة لجماعات إرهابية من العناصر الشيشانية الموالية لتنظيم القاعدة. فقد كشف باحث متخصص في شؤون الجماعات المتطرفة عن تأسيس تركيا مكاتب في الشيشان لاستقطاب أخطر العناصر المسلحة، لافتاً أن أنقرة قامت بتجنيد 500 عنصر من الفصائل الشيشانية المنتمية إلى تنظيم القاعدة ليتم نقلهم إلى ليبيا. الباحث وفي تصريحات إعلامية له أكد نشر وزارة الدفاع التركية عدداً من الوكلاء في عدد من الدول ومنها الشيشان لتجنيد ونقل المسلحين إلى ليبيا، حيث تم تأسيس شركة لاستقطاب أخطر العناصر الشيشانية المنتمية إلى عناصر خطاب الشيشاني ليتم نقلهم إلى غرب ليبيا. وأضاف أنه وبالرغم من كل التحذيرات الدولية والإقليمية لأنقرة بالتوقف عن التدخل في الشؤون العربية وتمويل الإرهاب، إلا أنها تمضي قدما في مشروعها، مطالبا بمحاكمة أردوغان ووزير دفاعه أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لقيامهم بإعادة هيكلة التيارات المتطرفة ونقلهم من شمال وغرب سوريا وعدد من المدن في ريف إدلب للقتال في ليبيا. كما استنكر تجاهل المجتمع الدولي سياسات تركيا في سوريا مع صمت أمام جرائم تركيا المتراكمة في طرابلس، بالرغم من إعلان أردوغان في مؤتمر تي آر تي وورلد الذي عقد في اسطنبول مخاطبا شعبه بضرورة الدفاع عن حقوقهم وإرثهم المزمع في ليبيا وسوريا، ما يعد انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية.